أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات للصف السابع على بركة الله. حصتنا اليوم أعزائي الطلاب تتكلم عن جمع وطرح الكسور. نعلم أن عند جمع أو طرح كسرين أو أكثر متساوية المقام فنجمع أو نطرح البسوط مع بعض ونبقى على المقامات. يعني لما بنجي نجمع أعزائي الطلاب كسور بتكون مقاماتها موحدة، فنجي نجمع البسط ونضع المقام. من الأخطاء الشائعة يا أعزائي الطلاب إن في بعض الطلاب يجمعوا البسط ويجمعوا المقام، طبعا هذا خطأ. إحنا خدينا في الكسر مدلول الكسر إن البسط يعني عدد الأجزاء اللي بناخدها، المقام يدل على نوع الشيء الكامل إلى كم جزء تقسم. يعني لو ناخذ مثال، مثلا عندي برتقالة وقسمناها إلى مثلا 6 أجزاء متساوية، إذا البرتقالة بالكامل تمثل لي 6، فالمقام حيكون 6. خدينا منها 4، إذا نعبر عليها 4 على 6. به خدينا زدنا مرة ثانية جزئين، معناه نعبر عليها ب2 على 6. يعني خديت 4 أجزاء وبعدين خديت 2 أجزاء، ال4 الأجزاء هذه من كم؟ من البرتقالة كاملة من كم جزء؟ من 6 أجزاء. باهي وخدينا 2 من كم؟ من 6 أجزاء، يعني 4 أجزاء واثنين أجزاء من 6. لما نجمعهم ناخذ الأجزاء بالكامل نجمعهم يعطوني 6، يعني البرتقالة بالكاملة. أو مثال آخر، يعني خدينا 3 أجزاء، إذا 3 من 6 وزدناها جزء، يعني 4 من 6. إذا المقام لا يمكن جمعه يا أعزائي الطلاب، المقام يدل على النوع، الشيء الكامل إلى كم جزء، يعني الحاجة الكاملة إلى كم عدد أجزاها، يعني نوعها إلى عدد الأجزاء. أما البسط يدل على الحاجة اللي عندي كم خديت، وبالتالي الجمع ديما يتم في جمع البسط، أما المقام نضعه في مكانه ونجمع البسط. أيوة شوفوا معاي توا، عندي 3 زائد 2 إذا يعني عندي حاجة كاملة وكم قسمناها، إذا المقام هو مدلول الشيء إلى 3 أجزاء. إذا الشيء الكامل مثلا قطعة شوكولاتة وقسمتها إلى كم؟ 3 أجزاء، بيخديت منها كم؟ 1، إذا نعبر عليها بثلث. إذا الثلث هذه يمثل لي إني خديت جزء واحد من كم؟ من 3 أجزاء. به 2 يعني جزئين من 3، إذا دائما المقام يدل عليه نوع الشيء، الحاجة الكاملة إلى كم جزء قسمناها بس. لكن اللي خديناه شن خديناه شن عندنا من أخذ منين؟ من البسط. إذا لما بنجي نجمع لازم نجمع شني؟ البسط فقط. 1 زائد 2 3، إذا هاد 3 خديت 3 أجزاء من كم؟ من 3 أجزاء، معناه خديت من الأجزاء بالكامل، يعني خديت هالحاجة هذه كلها بالكامل. مثال آخر، الحاجة الكاملة إلى كم جزء؟ 7، قديش خديت منها؟ 3، يعني كم عندي؟ عندي 3 أجزاء من 7. زي ما قلنا مثال مثلا قطعة شوكولاتة قسمناها إلى كم؟ 7 أجزاء، أخذنا منها كم؟ 3. به وخديت مرة ثانية 5 أجزاء من 7، إذا لما يكون عندي 3 أجزاء من 7 و5 أجزاء من 7، كم يصبح عندي جزء؟ 8 أجزاء. باهي لما نلاحظ 8 أجزاء عليه 7، هذا شنو نقول عليه؟ كسر غير فعلي، وخديناه سابقا الكسر الغير فعلي، هذا يعني إن عندي أعداد صحيحة بتمثل العدد الصحيح. لو 1 معناها 7 أجزاء من 7، إذا لو خدينا 7 من 7 أعطتني 1 صحيح، كم يفضل للـ8؟ 1، إذا الناتج هنا حيصبح 1 و7. به نجو هنا للمثال الثالث، 5، يعني خديت جزء 1 من كم؟ من 5 و3 من 5 اللي هي نطرحها. طبعا هنا المفروض يجيني بيش؟ بالسالب، اللي هي هنا المفروض العدد أعزائي الطلاب المفروض هنا هي 3 وهنا 1، يعني لو عبرنا عليه هذا 3 هنا 3
وهنا واحد، إذا الناتج يعطيني 2 على 5، إذا المفروض الكسر هنا 3 على 5 ناقص 5، يعني عندي 3 أجزاء من 5 وطرحنا منها حولنا هالثلاث أجزاء اللي عندي حولت منها جزء، إذا كم يفضل لي جزئين؟ جزئين هادو من كم؟ من 5. إذا عرفنا أعزائي الطلاب إن لما بنجي نجمع لما تكون المقامات موحدة معناها على طول نعرف إن عندي نفس النوع نفس الأجزاء متساوية في الشكل في الحجم، إذا نقدر نجمعها أو نطرحها باهي. لكن يقول لك إما في حالة الكسور التي مقاماتها مختلفة، إذا شوفوا معي لما تكون مقاماتها مختلفة لا يمكن جمع أو طرح البسوط مباشرة إلا بعد توحيد المقامات، وذلك بإيجاد ميم ميم ألف للمقامات. يعني لو عندي كسور مقاماتها مختلفة ما نقدرش نجمعها، لازم نوحد المقامات. علاش نقدرش نجمعها؟ يعني بمعنى ناخذ مثال، لو عندي مثلا تفاحة اخذت نصها وبعدين اخذت ربعها، اذا عندي معناها نص وربع، هل نقدر نقول كم مع بعضهم؟ بنقعد نقول نص وربع، ما نقدرش نجمعهم، اذا لازم يكونوا نفس المقام. اذا النص شو بندير له؟ نضربه في 2 على 2 باش يعطاني ربع، اذا يعطيني 2 ربعين ونزيدها ربع يعطيني 3/4، إذن يمثل لي 3/4 التفاحة. إذن أعزائي الطلاب نرجع مرة تانية، لما تكون مقامات مختلفة معناها الكسور مش نفس النوع، المقامات مختلفة معناها الأجزاء اللي عندي غير متساوية في الحجم، وبالتالي لازم نخليها أجزاء متساوية. كيف نخليها متساوية؟ إن نوحد المقامات بإيجاد ميم ميم ألف للمقامات، يعني تقسيم الأجزاء حيكون نفس الحجم وبالتالي نقدر نجمعها. شوفوا معاي توا المثال، الكسر يعني عندي نص زايد ثلث، هل نقدر نجمع زي ما قلت بدري شوية نص وثلث أو نص وربع؟ بنقعد ديما نقول نص وربع نص وثلث، لكن هل نبي نجمعهم كلهم في أجزاء متساوية؟ إذا لازم الشيء هنا يتقسم إلى 2، يعني تخيلوا مثلا عندي قطعة شوكولاتة وقسمتها على 2 ولو قسمتها على 3 هل نفس الأجزاء؟ أكيد اللي مقسم على 2 بيكون الجزء أكبر، إذا هذه أجزاء غير متساوية، إذا لازم أخليها نفس الأجزاء، إني بنوجد مضاعف 2 ومضاعف 3، أصغر مضاعف لهم اللي هو 6، إذا هذا نضربه في 2 على 2 وهذه نضربها هذه 3 على 3، لان نبي 2 نضربها تولي لي 6، اذا نضربها في 3، 3 على 3 اذا اعطتني 3 على 6، وهذه نضربها في 2 على 2 اعطتني 2 على 6، اللي هي اخذناها سابقا نقول عليها كسور متكافئه، يعني 2 3 على 6 يكافي النص، بمعنى غيرنا صوره الاجزاء. زي مثلا لو نجي نقول برتقاله وقسمتها الى نصين، باهي بدل ما نقسمها إلى نصين حنقسمها إلى 6 أجزاء، إذا شفت الأجزاء حتتغير ولا لا؟ لكن نبي ناخذ نفس الكمية، إذا بناخذ 3 أجزاء معناها خذيت نصها، إذا الصورة اختلفت لكن القيمة هي زي ما هي. نفس الطريقة ثلث، يعني لو أخذناها تقسمت إلى 3 أجزاء، باهي إذا لما نغيرها إلى 6 أجزاء بنحافظ على نفس القيمة معناها 2 على 6، وبالتالي أصبحت نفس الأجزاء الكمية الأولى اللي خديتها نفس الأجزاء الكمية الثانية، لكن كم العدد قصدي نوع الأجزاء شكل الجزء نفسه في الكسر الأول وفي الكسر الثاني. لما نجي نجمعهم 2 و3 5 من 6، إذن زي ما نعاود مرة ثانية أعزائي الطلاب، المقام ديما يدل على الشكل، هذا الأجزاء كم الحاجة الكاملة إلى كم جزء، لما نقسمها إلى جزئين هي الحاجة تختلف لما نقسمها إلى 3 أجزاء، الأجزاء مش متساوية في الحجم، إذا لازم يكون نفس النوع وبالتالي نخلي مقاماتها متشابهة وبعدها يتم عملية الجمع أو الطرح. شوفوا مثال ثاني، أيوة شوفوا عندي 7 على 10
ناقص 12 على 25، إذا نفسها الحاجة الكاملة أجزاها مقسمة إلى 10، نفس النوع مقسم إلى 25، هل الأجزاء في الكسر الأول نفس كبر الأجزاء في الكسر الثاني؟ لا، مختلفات. إذا لازم نخليها نفس الأجزاء، نفس النوع، الشيء اللي قسم إلى نفس الحجم. إذا بناخد شني؟ ميم ميم ألف بين العشرة والخمسة وعشرين هو الخمسين. إذا العشرة هذه حولناها إلى 50، شن درنا لها؟ معناها نضربها في 5 5، إذن اللي هو 7 على 10 شن درنا لها أعزائي الطلاب؟ حولناها لكسر مكافي، أوجدنا كسر مكافي للسبعة لعشرة اللي هو في صورة مقام 50. إذن شن كنا ناخذ في الحصة السابقة لما نحول الكسر إلى كسر مكافي أو نوجد كسر مكافي للكسر اللي عندي؟ إن لازم نضرب البسط والمقام في نفس العدد. إذن هذه العشرة ولت 50، معناها ضربنا في 5، إذن السبعة حتى نضربها في 5 ولت 35. إذن 35 على 50 مكافي للسبعة على 10، وال 12 على 25، 25 خليناها 50، معناها هذه ضربناها في 2، إذن حتى ال 12 نضربها في 2. إذن أوجدنا كسور مكافية للكسور اللي عندي بحيث تكون مقاماتها متشابهة، ونجي توا نجري عملية الطرح. 35 ناقص 24، شوفوا الناتج، 35 ناقص 24 تعطينا 11 عليه 50. إذا نعاود أعزائي الطلاب، ضروري جدا في عملية الجمع والطرح باش نجمع ونطرح إن تكون المقامات متشابهة، معناها عطتني نفس النوع من الأجزاء، نفس الحجم، نفس الكبر، وبالتالي نقدر معناها الأجزاء متساوية، نقدر نجمعها عدد الأجزاء اللي عندي في كسرين. باهي ما عنديش مقامات متشابهة، لازم نخليها مقامات متشابهة إني نوجد المضاعف المشترك الأصغر للمقامين ونحول الكسر إلى كسر مكافي، وبالتالي تتم عملية الجمع. شوفوا معي نفس الطريقة، هذا المقام 4 وهذا 10، مضاعفهم 20، أول مضاعف للأربعة والعشرة 20، إذا هذه بدل الأربعة حنخليها 20، إذا شو بندير؟ نضربها في 5، معناها نضرب في البسط وفي المقام، هذه بنحولها 20، نضربها في 2 في البسط وفي المقام، إذا ناهي 3 في 5 و4 في 5، 3 في 2 و10 في 2، باهي توا شن صار؟ الكسور أصبحت مقاماتها متشابهة، مقاماتها متشابهة 20 20، وبالتالي هل 15 جزء كبرى وحجمه وشكله ونوعه نفس الستة، وبالتالي نجمع 15 زائد 6 بتعطيني 21 على 20. باهي 21 على 20 هذا كسر شني؟ غير فعلي، نقدر نغيره ونحطه كسر فعلي. إذن شو بندير؟ نلاحظ أن الناتج كسر غير فعلي، فنحوله إلى عدد كسري، يعني الناتج بدل كسر غير فعلي نحطه إلى عدد كسري، يعني عدد صحيح وكسر. كيف نحوله؟ يعني بناخذ نقسم ال 21 على 20 تعطينا 1، كم يفضل من ال 21؟ 1 على 20. ناخذ توا تمارين. إذن لو مقامات موحدة نجمع لطول، غير موحدة نوحد المقامات بإيجاد ميم ميم ألف. أيوة شوفوا معي، 3 على 10 و 4 على 15، إذن بنوجد مضاعف العشرة والخمستاش. باهي لو مش عارفين المضاعفهم، تتذكروا التحليل أعزائي الطلاب، إن شن ندير؟ شوفوا معي، باه أنا عندي العشرة وعندي الخمستاش ومش عارفة أصغر مضاعف ليهم، فبندير التحليل، أخذناه الدرس هذا سابقا ولا لا؟ نبدو بالعوامل الأولية، 2 15 مش من عواملها 2، تنزل العشرة فيها الخمسة، باه بعدها 3 15 فيها 3 تعطينا 5، هذه ما فيهاش، تنزل بعدها الخمسة فيها 1 فيها 1. إذن هذه العوامل اللي هي عوامل ال 15 وعوامل العشرة مشتركة وغير مشتركة، شنو ندير لها؟ نضربها في بعضها، شو بتعطيني؟ 2 في 3 ب 6 في 5 ب 30، إذن أصغر مضاعف ليهم هم 2 30، معناها العشرة بنضربها في كم؟ في 30.
في 3، 10 في 3 باش تعطيني 30، وال15 نضربها في 2. اذا شفتوا ضربنا في 3 وفي 2 باش اعطتنا اصغر مضاعف. نشوفوا توا اللي بعده، اذا اصبح تشوفوا اعزائي الطلاب 3 في 3 ب 9 و10 في 3 ب 30 و4 في 2 ب 8 و15 في 2 ب 30. اصبحت مقامات موحده، يعني الاجزاء اللي عندي نفس النوع يعني نقدر نجمعها. 9 زائد 8 اعطتني 17 على 30. التمرين اللي بعده 5 على 6 ناقص 3 على 8. إذا نفس الطريقة بناخذ مضاعف الستة ومضاعف الثمانية، اللي هو لو مش حافظين جدول الضرب، مش عارفين بسرعة ندير تحليل زي ما وريناه في التمرين السابق. لكن واضح الستة والثمانية أول مضاعف ليهم اللي هو الأربعة وعشرين. إذا بنحول الستة لأربعة وعشرين وبنحول الثمانية لأربعة وعشرين، معناها الستة بنضربها في الأربعة والثمانية نضربها في الثلاثة. وزي ما قلنا خدينا درس تحويل الكسر إلى كسر مكافي، نفس العدد نضربه في البسط ونضربه في المقام. إذا خمسة في الأربعة وستة في الأربعة وثلاثة في الثلاثة وثمانية في الثلاثة، عشرين على أربعة وعشرين وتسعة على أربعة وعشرين. أصبحت كسور متشابهة المقامات، يعني توا نقدر نطرح. أيوة شوفوا معي 20 ناقص 9 على 24 الناتج 11 على 24. شوفوا التمرين اللي عندنا توا، عندي 2 وثلثين ناقص 1 وثلاثة أرباع. باهي هنا نقدر شو بتلاحظوا أعزائي الطلاب؟ إن الكسور اللي عندي هذه على صورة أعداد كسرية، يعني عندي عدد صحيح وكسر. فشوفوا طريقة الحل، إن هنا خدينا جزأنا الأعداد الصحيحة بروحها والكسور بروحها. فشوفوا معي خدينا 2 ناقص 1 إذا خدينا الأعداد الصحيحة، وتلتين ومعاها تلتين ناقص 3 أرباع، يعني الأعداد الصحيحة والكسور. باهي ونطرح طرح الأعداد الصحيحة، 2 ناقص 1 أعطتني 1. باهي ونجيبي نطرح، هذه مقاماتها مختلفة، إذا بنوحد المقامات، يعني بنوجد ميم ميم ألف. أصغر مضاعف للثلاثة والأربعة اللي هو 12، إذا الثلاثة انضربت فيش؟ في الأربعة. إذا حتى 2 تنضرب في الأربعة شنو أعطتنا؟ 8. الأربعة ولت 12 انضربت في الثلاثة، إذا هذه انضربت في الثلاثة أعطتني 9، إذا خديناها مباشرة، وبالتالي 8 ناقص 9 على 12. إذا الناتج 2 ناقص 1 أعطاني 1، وحدنا على 12 طرحها يعطيني سالب 1. شوف نرجع لي طرح الأعداد الصحيحة، قلنا الإشارات المختلفة نطرح وناخذ إشارة الأكبر. 8 إشارتها موجبة والتسعة إشارتها سالبة، إذا نطرح وناخذ إشارة السالب. باهي خدينا ملاحظة أخرى أعزائي الطلاب، إن الموجب ما يغيرش الإشارة، إذا هذا بيبعد بإشارته، وبالتالي حتصبح شني؟ 1 ناقص 1 على 12. باهي بنجي نطرح، إذا هذا عدد صحيح 1، بنحط مقامة 1، إذا بنخليها مقامات موحدة، إذا الواحد صحيح بنحطه في صورة كسر، مقام 12 معناها 12 على 12 ناقص 1 على 12، ونطرح 12 ناقص 1 بيساوي 11 على 12. إذا شفتوا أعزائي الطلاب إن طرحنا الأعداد الصحيحة وطرحنا الكسور، وبعدين لقينا إن فيه طرح عدد صحيح من كسر، فحولنا العدد الصحيح إلى كسر، واحد صحيح معناها 12 على 12، وطرحنا وأعطتنا 11 على 12. في طريقة ثانية ممكن نحل بها أعزائي الطلاب، نحل مباشرة، يعني بدل ما نطرح الأعداد الصحيحة ونطرح، ممكن شنو ندير؟ نشتغل على التمرين بنفس الطريقة. شوفوا معي، عندي 2 وثلثين، شوفوا معي هذه 2 وثلثين 1 وثلاثة أرباع، نجي نشتغل على الكسرين نخليهم كسور متشابهة، يعني نخلي الأعداد الصحيحة في مكانها ونجي نغير الكسور هذه إلى كسور مكافئة بحيث مقاماتها متشابهة. نفس الطريقة المقام حيكون 12، إذا 2 هذه صحيح وثلثين المقام بدل 3 حنخليه 12، إذا 3 انضربت في الأربعة معناها حتى 2 نضربها في الأربعة تعطيني 8، ناقص
واحد صحيح يقعد، والكسر بدل 4 بخليه 12 يعني نضرب في 3. إذا حتى البسط نضرب في 3 أعطاني 9. إذا أول خطوة اشتغلنا على الكسور وخليناها كسور متكافئة، وتوا نطرح طرح عادي، لكن بنلاحظ هنا ما نشتغلش عليه الأعداد الصحيحة، حنشتغل عليه أعداد كلية. إذا بنقول 8 يعني 12 أصغر من 9 على 12، فبناخذ واحد صحيح من 2، واحد صحيح. إذا كيف تصبح 8 على 12 زائد واحد صحيح في صورة كسر 12 على 12، هذه ولت 1 ناقص 1 و9 على 12. توا نجمعها 12 و8 20 على 12، واحد صحيح ناقص 1 و9 على 12، ونطرح طرح عادي اهي 1 ناقص 1 تعطيني 0، اذا نطرح 20 ناقص 9 11 على 12، وطرح 1 ناقص 1 0. اذا ممكن اعزائي الطلاب بدل ما ناخذ الاعداد الصحيحه بروحها اللي هي درنا لها عمليه تنسيق، يعني ان بنجري هذه العمليه بروحها ونجري العمليه هذه بروحها، وبعدين نرجع كملنا عمليه التنسيق هنا ولا لا، نرجع للتمرين بالكامل ونطرح. فهنا ممكن نشتغل على اساس عدد كامل، نشتغل على الكسرين ونتعامل معاها على اساس اعداد كليه. فبنقول 8 على 12 أصغر، إذا بناخذ واحد صحيح 12 على 12 ويصبح 20 على 12، ونطرح طرح عادي. هذه ممكن تنحل بالطريقة، وأنتم تختاروا الطريقة اللي تساعدكم. شوفوا اللي هو التمرين اللي بعده، يقول لك أوجد قيمة كل مما يأتي في أبسط صورة. شن عندي؟ نص زائد ثلث زائد سدس، إذا مقامات مختلفة، نوحد على 6. إذا شوفوا معي النص هذا كسر مكافي له اللي هو مقام 6، معناها هذه انضربت في 3 في 3، 3 على 6. الثلث هذا كسر مكافي له مقام 6، معناها هذه انضربت في 2 في 2، 2 على 6، وهذا نزل زي ما هو اللي هو سدس. إذا هذه المقامات متشابهة، معناها الأجزاء من نفس النوع، نقدر نجمعهم 3 زائد 2 زائد 1، 6 على 6 معناها 1 صحيح. إذا لما نجمع الأجزاء هذه بالكامل تعطينا 1 صحيح. شوفوا التمرين اللي بعده، شوفوا معي 9 و7 8 ناقص 6 و4 5 زائد 3 ونص. إذا نفس الطريقة، هذه الكسور مختلفة. إذا نشوفوا الحل زي اللي خديناه من بدري، درنا عملية تنسيق، خدينا الأعداد الصحيحة بروحها والكسور بروحها. الأعداد الصحيحة 9 ناقص 6 3 زائد 3 أعطتنا 6. هنا بنوحد 8 والخمسة واثنين أصغر مضاعف ليهم اللي هو كم؟ اللي هو 40. إذا 8 هذه ولت 40، معناها انضربت في كم؟ في 5. إذا حتى 7 انضربت في 5 أعطتني 35، ناقص الخمسة ولت 40، إذا انضربت في 8 معناها الأربعة انضربت في 8 أعطتني 32. 2 ولت 40 معناها انضربت في 20، إذا حتى الواحد نضربه في 20، ونجمع اللي هي هذه الستة قاعدة زي ما هي، ونجري العملية تاهل الأقواس اللي هنا. 35 ناقص 32 3 زائد 20 23 عليه 40. إذا الناتج 6 زائد 23 على 40 أهي بتساوي 6 و 23 عليه 40. باهي نشوفوا أعزائي الطلاب لو نحلوها بالطريقة الثانية اللي هي شنو، بنجي بنشتغل على الكسور هذه. إذا كيف؟ نقولوا مثلا حل آخر. إذا 9 و7 8، 8 بنخليها 40 إذا السبعة حتولي 35 ناقص الخمسة بتولي 40، معناها انضربت في 8، إذا الأربعة بتولي 32، والستة قاعدة زي ما هي، زايد 2 بتولي 40، معناها انضربت في 20، إذا الواحد حتى انضرب في 20، والثلاثة زي ما هي. إذا شوفوا شن درنا، خلينا الكسور، اشتغلنا على الكسور فقط،
إن خلنا كسور متكافئة متشابهة مقاماتها 40-40 وتوا نطرح الكسور. إذا نضع المقام ونطرح 35 ناقص 32 23 23 و9 ناقص 6 3 زائد 3 6. إذا شوفوا معي، يعني ممكن نستخدم عملية التنسيق وإن ناخذ الأعداد الصحيحة وناخذ الكسور ونجري عملية داخل الأقواس للأعداد الصحيحة، أعطتنا 6، ونجري عملية داخل الأقواس للكسور نوحد المقامات وبعدها نطرح ونجمع ويعطيني الناتج 6 زائد 23 اللي هو نحطه في صورة العدد الصحيح وكسر. أو ممكن بلاش من هذه، نجي للكسر وعندي هذه كسور مختلفة نخليها كسور متشابهة اللي هي مقاماتها، يعني هذا كسر مكافي لكسر. شو نخلت 48 انضربت في 5، إذا حتى 7 انضربت في 5، 5 ولت 40 انضربت في 8 حتى 4 في 8، 2 ولت 40 معناها انضربت في 20 21، ونجري العملية بالصورة هذه. التمرين اللي بعده نفس الطريقة، شوفوا معي، استخدمنا التنسيق، أخذنا الأعداد الصحيحة، وأخذنا الكسور، وتوا بنشتغل على الأعداد الصحيحة وعلى الكسور، شوفوا معي توا، 5 ناقص 3 بتعطيني 2، ناقص 2 بتعطيني 0، إذا ناتج الأعداد الصحيحة 0، ما عنديش أعداد صحيحة، زائد نشوفوا الكسور، إذا الكسور لو تلاحظوا مقامات مختلفة. 3 و6 و9 إذا بنخليها متشابهة 18، معناها 3 هذه ولت 18 انضربت في كم؟ في 6، إذا حتى 2 في 6، 2 في 6 أهي 12، 6 ولت 18 يعني انضربت في 3، إذا 1 نضربها في 3، والتسعة 18 يعني انضربت في 2، إذا حتى 4 في 2، وبالتالي 12 ناقص 3 كم؟ 9، 9 ناقص 8 1، إذا ناتج الكسور أعطاني 1 على 18، ناتج الأعداد الصحيحة أعطاني 0، وبالتالي الناتج النهائي 1 على 18. نشوفوها حتى هي بالطريقة الثانية أعزائي الطلاب. أيوة شوفوا معي، إذا حنشتغل على الكسر 5 و3، إذا 5 به والثلاثة والستة والتسعة بنخليها كسور متكافئة متشابهة، يعني مضاعف المشترك الأصغر ليهم 18، إذا 3 انضربت في كم أعطتني 18؟ في 6، إذا 2 في 6 ب 12، ناقص نفس الطريقة الكسر الثاني بدل 6 بنديرها 18، إذا 6 انضربت في كم؟ في 3، إذا حتى 1 نضربها في 3، به وهذه 3، ناقص الكسر الثالث حتى هو بنخليه 18. شو نحول 9 إلى 18؟ انضربت في 2، إذا حتى 4 نضربها في 2 و2، إذا خليناها كسور متشابهة ونجيت ونجري العملية 12 ناقص 3 تعطيني كم؟ 9، 9 ناقص 8 1 على 18 به، و5 ناقص 3 2 و2 ناقص 2 0، إذا الناتج 1 على 18. إذا شوفوا ممكن ندير التنسيق نشتغل على الأعداد الصحيحة لوحدها ونشتغل على الكسور لوحدها مع وبيناتهم عملية جمع لأن كلها مقدار 1 وبعدها نحط الناتج، أو ممكن نجي للكسر من البداية ونخلي الكسر اللي عندي نخليهم كسور متشابهة مقاماتها موحدة، يعني نوجد كسر مكافي للكسور اللي عندي ونجري العملية بالكامل. التمرين اللي بعده 3 و8 ناقص 4 زائد 4.5 زائد 2 و3، شوفوا خطوات الحل. نفس الطريقة الأولى أعزائي الطلاب، خدينا خواص التنسيق الأعداد الصحيحة بروحها والكسور بروحها، باهي نفس الطريقة الكسور بنوجد لها ميم ميم ألف ونجمع الأعداد الصحيحة 3 و4 7 8 و2 10، باهي هذه وحدنا عليه ل 24، إذا 8 انضربت في 3 و3 في الواحد ب 3،
2 انضربت في ال 12، 1 في ال 12 ب 12، ال 6 انضربت في ال 4، 4 في ال 5 ب 20، ال 4 انضربت في كم؟ في ال 6، 6 في 3 ب 18، لأن لما بنحول كسر مكافي شو قلنا؟ لازم نضرب البسط والمقام في نفس العدد. إذا أصبحت بهذه الصورة، هادو نجمعهم 3 و 12 15، ولا هم تتذكروا أعزائي الطلاب الخواص زي ما قلنا توا خاصية التنسيق، وعندنا خواص التبديل. نقدر هنا بدل ما نقول 3 زائد 12 15 زائد 20 نمشي 18، نشوفوا 12 و 18، 2 و 8 10، و 10 و 10 مع بعضهم 30. إذا نقدر خاصية التبديل مش بالضرورة نكتبها في راسي، ندير خاصية التبديل أنا بالناتج نجري عملية الخواص هذه نستخدمها في راسي. 12 و 18 30، به و 30 و 20 ما نمشيش لل 3 نجي لل 20، 30 و 20 كم؟ 50، 50 و 3 53 على 24. باهي قال لك هذه 53 على 24 كسر غير فعلي، إذا بخليه كسر فعلي، قصدي بنخليه عدد كسري اللي هو عدد صحيح وكسر فعلي. فناخذ 53 شو ندير لها؟ كم فيها 24؟ بنقسم، نجري عملية القسمة، تعطيني 53 قسمة 24 تعطي 2، 2 في ال 24 48، كم يفضل من 53؟ 5، إذا 5 على 24، شوفوها معاي؟ هاي العشرة نزلت، 53 على 24 حطيناها في صورة عدد كسري اللي هو 2 و5 على 24، إذا أعطتني كم؟ العشرة عدد صحيح و2 صحيح نجمعهم وننزل الكسر. باهي خلينا نحلوها بالطريقة الثانية حتى هي، وشوفوا معايا أعزائي الطلاب. 3 و8، إذا بنجي نشتغل على شنو؟ نشتغل على الثمن وعلى النص وعلى خمسة سداس وعلى ثلاثة أرباع، والأعداد الصحيحة نخليها زي ما هي. إذا أصغر مضاعف ليهم اللي هو الأربعة وعشرين. إذا زي ما قلنا حل آخر. إذا ثلاثة صحيح تنزل، الثمن خلاص مقامها مش ثمانية بخليها 24. إذا الثمانية انضربت في الثلاثة، إذا الواحد انضرب في الثلاثة، 3 على 24 زائد الأربعة قاعدة زي ما هي، النص 24 معناها نضرب في 12، إذا 2 انضربت في 12 أعطتني 24، معناها الواحد حتى هو انضرب في ال 12 زائد واحد صحيح. باهي الستة 24 معناها انضربت في الأربعة، إذا بدل الستة أصبحت 24 انضربت في الأربعة، 5 في الأربعة ب 20 زائد 2 صحيح، الأربعة انضربت في كم؟ أعطتني 24 في الستة، إذا حتى 3 نضربها في الستة، 3 في الستة 18. إذا هنا شو ندرنا؟ اشتغلنا على الكسور والأعداد الصحيحة قاعدة زي ما هي، إذا بنجي نجمع الكسور 3 ولا 12 وال20 وال18 زي ما درنا بدري، نستخدم التبديل 12 و18 30 و20 50 و3 53. اذا عندي 53 عليه 24، وشنو معاها من الاعداد الصحيحه؟ نجمع الاعداد الصحيحه 3 و4 و7 8 2 10 10 نفس الطريقة. هذا الناتج لكن كسري، كسر غير فعلي، نحوله لعدد كسري، بنقسم تعطيني 2 و5 على 24، 2 نضيفها للعشرة، إذا حيصبح لي الناتج النهائي 12 و5 على 24. إذا ممكن نحل أعزائي الطلاب أن ندير التنسيق بحيث ننسق، ناخذ الأعداد الصحيحة بروحها وناخذ الكسور بروحها ونجري العملية داخل الأقواس وبعدين نجمع، ونفس هذا بنحوله إلى عدد كسري، أو نجي نشتغل على كل كسر إن الكسور نخليها متشابهة ونجري العملية الجمع نفس الطريقة. في النهاية نحول الكسر غير فعلي إلى عدد كسري، يعني أعداد صحيحة، الأعداد الصحيحة تنضاف للأعداد الصحيحة اللي هي العشرة. وإلى هنا أعزائي الطلاب ننهي حصة هذا اليوم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله. Thank you.